اهلا مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. وصلنا لختام فقراتنا في الخنادقه، هي فقره بنحكز بها الروح المعنويه لجنودنا الابطال في ارض المعارك المرابطين في الخنادق. الليل حنمشي لفاشر السلطان. القوات المسلحه السودانيه والقوات المشتركه من خندق واحد من مدينه الفاشر. نشوف أرجاردي. قلت لهم تيجي يا مرين، قلت لهم ما تقدر ده. في ناس قاعدين يضربوا في هنا، في يمين يا في ناس ترى نرسل خالص التحايا لكل القادة، أخوانكم الواقفين بهناك ديل كلهم يا جماعة قادة قيادات واقفين معكم في جزء منكم من مراكز ال يعني اتدربتوا فيه تدريب الى ان واقفين معكم جنب جنب وصلوا معكم لهنا. وفي ناس لما انتوا اتدربتوا وتخصصتوا هناك، انا ما اقدر اذكر المكان كان وين، لكن هناك انا جيتكم برضه قلنا لكم ان احنا اي مكان انتوا تمشوا ان احنا لازم نكونوا معكم نجوا عليكم. ونبشركم الليله برضه صباح زي ما السامين كان صوت بتاع الدانات صباح بدري جوا جين جوا يا جماعه جوا جوا الليله صباح يا جماعه. امبارح احنا مشينا مع اخوانكم ده كلنا في الخطوط الاماميه هنا في الدفاعات، وعملوا شويه كده فيديوهات ونظر في النت طوالي، قالوا يا اخي نازل احنا يعني حاولوا الفلول البسيط، هم بيقولوا فلول لكن هم الفلول البسيطين القاعدين حاولوا يجوا عشان يدونوا الناس او داري يقروا. سبع صباحا لقنوم درس ما بعده درس ورجوا حاربين والله قدام هنا. لو شفتوا الشباب وجاهزيتهم وآلياتهم وحماسهم أمس بشار إلا قالوا يمشوا كبري هنتوب ده إلا يمشوا، لكن وقفنا وقفناهم. وانا قلنا لهم في ناس هنا الكتيبة الاحتياطية ده من هناك من ورا يقولوا 200 بس حقنا دارين نمشي جوا. احنا بنشكركم جدا جدا. وكلمونا انتوا ناس منضبطين في الانضباط وفي الربط وفي كل التفاصيل. الاخوة القيادات هنا، ونشكر اخونا برضو السيد مامون القيادي في حركة العدل والمساواة استاذ مامون، واخونا ود البلة القائد انا قبيل نسيتهم رجل صادق، وعبد الله هارون كل الاجواء اخوة انا ما ذكرت اسمام والله دي النعمة القيادة يمسوا حركة العدل والمساواة السودانية. احنا جينا ولا ما جينا قيادات ديل هم اللي بيمثلوا الحركه، هم اللي بيقودوا الحركه، هم يعني بيكم انتم ما في اي مشكله. وهم ذاتوا احنا نشكرهم لصبرهم ومجهود اللي قدموه، اي زول قدم دور وجينا اليوم لقينا جمال القوه ده بنفس الثبات وبنفس الجاهزيه، وادونا برضه كله بلاغاتكم ويستمينا وكله ان شاء الله، والناس يكونوا في نفس الانضباط وفي نفس الربط، واحنا قربنا والنصر قريب جدا جدا ان شاء الله. التحية والتقدير لأهلنا في إقليم دارفور ولأبطال المنطقة العسكرية الغربية. الله أكبر. وبنقول لهم قول في غريبنا الديمة هو في بالنا جميع سوداننا متوحد جنوب وشمالنا بتدمروا بلادنا واساءوا حوالنا، نوحد راي كلامنا وتبقى واحده فعالنا. الغربيه يا شوم، الغربيه يا شوم يا لغاكم قاسي
شعاركم سيف والإرقاب المليشة بواسي كلام منظوم عليكم من دواخل إحساسي أخضر قطعو ما من الحواوك الرازي أبطالنا وفرقنا الخمسة دي مع عصية ديدان كرت اليوم الكواب قوية بيكم إيدنا مليان البلد محمية يا فيسان قيادة المنطقة الغربية تحية كبيرة لأبطال دار مساليت عامة أهل المفخرة وأهل الرجال التامة دار اندوكا يا كل المحاسن لام منك في القريب بطن الملايش طامة الله أكبر زالنجي زالنجي على قلوبنا البطنبط غالية حتفضل في اعتزاز شموخ وتفضل عالية جاياك الجيوش من كل صوب متوالية نصرك في القريب ليه التزغر الدالية في غرب الجبال في غرب الجبال حي الحبيب نيالا باكر فوق نصر صوت اهلها بيدعالا نجيك دافرين نفرح للنقر حجالا نهز في فرحة النصر ونشيل شبالا قول لابطالنا في لفاشر السلطان معروف من قديم عزيتوه السودان العايز بلدنا زليل وشعب مهان بتقطع دابره ولحاقين وين ما كان الله أكبر الحدب عليه الرك وبرع القوة فوق أم الديار قصد الضعين القوة تبابين على رجال فزعة يا أبو مروة يوم دبت الخيول هي لما ليختر قوة الله أكبر آخر قولي لكل أهلنا الغرابة أهل الخلوة واللالوبة والتقابة باكر تنتهي الحرب تزول أسبابه ودار فورنا الحبيبة دعود عزيزة مهابة دار فورنا الحبيبة دعود عزيزة الله أكبر التحية لجيش المنطقة الغربية قيادة وضباطا وضباط صف وجنود الله أكبر غربية فوق غربية فوق غربية فوق أخيرا موجهة للجنجبيل نقول لما نحن إن شاء الله المعلمين والأسود بتاع النيالة اللي علموكم الدرس هناك إن شاء الله نقول لهم امتحان في الفاشل ونفس الامتحان التردوح الفاخر نتلقوا الأسود قدامكم إن شاء الله الله أكبر وهنا نقول لهم ساعات الوقان طبعا يعني اللي جام ده طوينا وخشينا في الجراب اللي بتعرفوا خشينا في الجراب هناك أول حاجة لا أتاها وكوري ولا معلق ولا كمشة أنا شغل بالكوري أول من هناك رسالة لنا بالكوري فاتك أي جنجة دائر في الفاجر تحرق من الفاجر أنا نغرفنا بالكوري ولو ما عارف هتحرق ولو ما عارف هارف الله أكبر الله أكبر المشاهدون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من ولاية شمال دارفور فاشر السلطان الداب العاصي الفاشر شنب الأسد نحييكم اليوم من الخطوط الأمامية وسعيدة أن أكون أمام هذا الفرسان فرسان الفرد السلطان مع ناس الكتيبة الاحتياطية في الخطوط الأمامية وبرضو سعيدة أن يكون معي في هذه اللحظة سعادة الملازم أول درمي التحية له التحية عبر للمجلس الانتقالي قيادة الفريق عثمان عبد الجبار التحية للضباط وضباط الصف أينما كانوا والتحية لأختي المرأة الجندر اللاي وقفنا مع أخوانهن في الميدان هي ملازم أول درمي حباب حبابكم عشرة وحباب أهلنا في نيالة وفرساننا في نيالة الله أكبر يعني في غنى عن التعريف ما دارين نزول يتكلم عنهم يعني لأنه الناس كله شافوهم وعرفوهم ورداد وجمعاتهم التهي من هنا ورداد في كوسي والتهي للمقدم سعد وتهيلوا كل الفرسان معكم في الفرقة 16 مسانديننا في الفاشل وفي الخطوط الأمامية وفي الدفاعات العمامية دائما قاعدين نبذلوا الخيل والنفيس في سبيل هذا الوطن فالتهية لكم وأبركم التهية للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأيضا التهية للمشرف العام للقوة المشتركة السودانية الفول مارشال مني أركم الناوي أيضا التهية لكل ضباط وضباط صف حركات الكفاء المسلحة وأيضا التهية للفرقة السادسة مشاة وقائد الفرقة وكل الضباط وضباط الصف والجنود في الفرقة السادسة مشاة
اللي وقف الناس كلها عارفه انه الفاسد في يوم الهجوم الاول كان الفرقه فيه 80 او اقل من 80 جندي، والان انتم شايفين الحاله اللي فيه الفاجر ده. فبالتالي ابركم التهيئه للقوات المسلحه السودانيه وانينا بكم، والله انا ما بنفتخر انه انينا في القوات المسلحه، وانينا معكم ثبتنا الفاجر ان شاء الله. تحيه ايضا للقائد الفريق عثمان عبد الجبار عثمان، قائد حركه وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، وايضا التهيئه لكل ضباط حركات الكفاح المسلحه من اكبر ضابط لاقل جندي، وكلنا واحد يعني في العمليات طبعا ما عندنا ضابط وما عندنا جندي، كلنا شفتها قدام بس. وشكرا لكم من جديد. وفي هذه السانحة نرحب بسعادة المقدم سعد سليمان صالح، قائد الكتيبة الاحتياطية للفرقة 16 نيالة من الخطوط الأمامية. طيب أولا تحية للقائد العام البطل بطل السودان، سعته الفريق أول برهان، وتحية للأخ الكريم قائد الفرقة السادسة الفاشر، وتحية للأخ الكريم سعادة العميد أبو بكر قائد المؤخرة 16 نشاة، تحية أيضا للأخ الكريم العميد ركن حسين جوداد قائد الفرقة 16 نشاة. فوق قدام. التحية أيضا العميد قائد الكتيبة الاحتياطية ولاية جنوب دارفور العميد عبد الكريم بقيد منصور. التحية للقادة الفريق عثمان عبد الجبار قائد المجلس الانتقالي ولاية شمال دارفور. القادة الكفاح المسلح اجماعا. نحن الآن بنقول لك يا سيد القائد سعادة الفريق برهان، نحن الآن جنودك. لا أكبر. والآن نحن في صفوف الأمامية. لا أكبر. نحن الآن جهمانين دارين نشوف حاجة اسمه دعم السريكين. ما في جزاء. لا أكبر. الكنداكة. الكنداكة فوق. الميرم فوق. ميرم الفجر فوق. ميرم الفجر فوق. نحن الآن بنقول لك يا سيد الرئيس نحن جاهزين من الخطوط الأمامية. رغيف أول مراسل حربي آسيا الخليفة قبلة ولاية شمال دارفور الفاش.
بالتأكيد مشاهدينا تحايا النصر والثبات للقوات المسلحة السودانية واللغوات المشتركة ولميارم الفاشر التي يشاركنا في معركة الكرامة الباسلات الجسورات. بكده مشاهدينا وصلنا لختام فقراتنا لمساء جديد. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وتتفاعلوا معنا. عاش السودان. مع السلامة.